السلام عليكم اعزائي المشاهدين في كل مكان، عاملين ايه؟ وحشتوني، كل سنه وانتم طيبين. رمضان يا رب كده على الابواب، يجعلها دخله خير علينا وعلى امه محمد اجمعين. جايه لكم النهارده زي ما اتفقنا مع بعض اخر حلقه، التورته جت عليها طلبات كتيره جدا. جايه لك النهارده مش هنستخدم دي اسبونش، مش هنستخدم محسن كيك جيل ولا اي حاجه، هتطلع معاكي في منتهى الجمال وباقل امكانيات. هنعملها النهاردة مع بعض ونسمي الرحمن ونقول المقادير بتاعتي. النهاردة معايا 5 بيضات مش مفصولين عشان اسهل عليك الموضوع قوي قوي، مش مفصولين، ومعايا كوباية سكر، كوباية ونص دقيق، ومعايا رشة فانيليا، رشة ملح حطاها هنا على الدقيق، ومعايا فانيليا نص معلقة صغيرة بس. ادي مكونات الاسبونش بتاعنا الجميل، ولا زيت ولا اي حاجة عشان تقدري ان انت تعمليها بمنتهى السهوله. عصام الرحمن كمان مش جايبه مضرب كهربا، انا عاملها لك بالمضرب اليدوي عشان اسهل عليكي اكتر واكتر. عصام الرحمن وهحط على طول الفانيليا على ال5 بيضات، وهبتدي ان انا اضرب فيهم ضرب مستمر ما اقفش خالص. دي اهم حاجه بقى في الكيك بتاعنا، ان انا هضرب على طول زي ما بنضرب بالمضرب الكهرباء بالراحه وبعدين بنعلي. انا كمان عامله لك النهارده اهو بشتغل بالراحه، وبعد كده هسرع هسرع لحد ما اخد الفوم اللي انا عايزاه. من اسهل الحاجات اللي انت ممكن تعمليها وما بتكلفكيش اي حاجه، بتذوقيها باي حاجه موجوده عندك في البيت بطريقه سهله وبسيطه. وجايبه لكم كمان صوص الشوكولاته اللي سالت عليه كتير جدا 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 في الحلقات اللي فاتت، جايبه لك النهارده بمنتهى السهوله ومقادير ناجحه جدا جدا، وصدقيني الحاجات دي من مصنع حلويات. هنعمل مع بعض كل حاجه ان شاء الله في برنامج مطبخ على الهوا باقل الامكانيات ومنتهى السهوله. اهم حاجه الضرب، هي هتاخد معلش ضربه مني كتير عشان المضرب يدوي مش كهربائي، بس انا عايزه كل الناس تعملها وباقل الامكانيات الموجوده عندك تقدر ان انت تعملي تورته لاولادك كده في مناسبه من غير مناسبه تفرحيهم بيها. ضربت البيض كويس اهو. بصي انا الاول كان المفروض انزل بالبيض على السكر، ده لو المضرب كهربائي، بس عشان المضرب يدوي انا فكيت البيض شويه، وبعد كده هسمي الرحمن وهنزل بالسكر بتاعي وهبتدي اكمل ضرب. ما ينفعش انزل بالسكر على البيض واسيبه، لان كده البيض هيتحرق، هيتحرق يعني مش هينفع، خلاص كده باظ. لازم اول ما انزل السكر اضرب فيه، ما اسيبوش واشوف اي حاجه تانية ورايا. بلبي طلبات حضراتكم، بعمل كل اللي انتوا بتطلبوه مني، ومبسوطه جدا جدا بتشجيعكم ليا وطلباتكم. ان شاء الله ربنا يقدرني واعمل كل حاجه نفسكم فيها وبمنتهى السهوله في البيت. تورتايه مش هتكلفك 20 تقريبا، من 25 جنيه بالكتير، وتعملي احلى تورتايه ان شاء الله. 5 بيضات، كوبايه سكر، كوبايه ونص دقيق، اللي عايز بالجرام 5 بيضات، 150 جرام سكر، 160 جرام دقيق. انا جبتلك الكوبايه وجبتلك الجرام عشان اللي عنده ميزان وحابب ان هو يشتغل بالجرام تطلع ادق معاه، مفيش مشكله. كلنا ان شاء الله هنعملها بمنتهى السهوله. ان شاء الله الحلقات الجايه هنعمل مع بعض تجهيزات رمضان. مفيش حاجه اسمها تخزين رمضان، لا انا بقول تجهيزات، يعني ممكن نعمل شويه سيرب كده نشيله على جنب، شويه خضار كده بسيط نعمله مع بعض. مفيش حاجه اسمها تخزين. انا قلت لك لما تجيبي حاجه وهتجيبي مثلا نص كيلو، لا هاتي كيلو وشيلي نص في الفريزر كده، انت والله مخزنه عندك حاجتك. ان شاء الله يبقى شهر كريم علينا كلنا، فرصه بقى ايه واحنا قاعدين متجمعين في البيوت كده، كله بقى يقوم يشتغل معاكي في التورتايه.
اللي يضرب لك شوية واللي يزوق لك شوية واللي ياخد باله من الفرن شوية. أستاذة مروة، ألو، أهلا وسهلا، ربنا يحسن ما بين إيديك يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا، ربنا يعزك، ربنا يوفقك يا رب، يا أشوف أسمائي وأشوفك كده من أحلى لأحلى إن شاء الله، ربنا يخليكي ليا، مبسوطة جدا بس باتصالك. الله يخليك، عايزاكي بس عيد المقادير تاني عشان لسه فاتحة. من عينيا، حاضر، هقول لحضرتك. من عينيك يا حبيبتي، ربنا يحسن ما بين إيديك يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا، نورتيني باتصالك يا أستاذة مروة. أقول المقادير تاني الأستاذة مروة، أسهل سبونج كيك وسفنجي وجميل جدا وبالمضرب اليدوي اهو يا جماعة. معايا 5 بيضات ومعايا كوباية سكر وكوباية ونص دقيق. 5 بيضات، كوباية سكر، كوباية ونص دقيق، أو ما يعادل 150 جرام سكر ومية وستين جرام دقيق. معلش، هي التركية كلها في الضرب بس، ما فيهاش اكتر من كده. استاذ ابراهيم، الو. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا حابب اشكرك، اشكر اداره القناه على المجهود الرائع اللي بتعملوه، بتبص للغلابه بامانه يعني. ربنا يخليك يا رب. والله ربنا يخليك يعني، وبامانه يعني انا بشكركم والله يعني. ربنا يخليك، طلباتكم اوامر. حضرتك وانا اللي احتضر شيء في البيت وقتك مني قاعد من الشغل وكده. البسبوسه بعملها تمام بس بتفرول. بتكرمل؟ بتفرول مني يعني، بتبقى طالعه مش ماسكه بعضيها. هقول لك حالا يا استاذ ابراهيم من ايه، وده عيب سيرب مش عيب بسبوسه. يعني على طول اللي بيتصل يقول لي البسبوسه، هجاوب حضرتك من عينيا، حاضر وشرفتيني باتصالك. على طول اللي بيتصل يقول لي البسبوسه بتنشف مني، البسبوسه بتعمل مني، ده بيبقى عيب ان انا عجنت فيها كتير. انما بتكرمل من حضرتك، ده عيب السيرب كده. السيرب يا اما حطيته بارد على البسبوسه وهو المفروض ينزل سخن، يا اما حضرتك سبته يتقل. البسبوسه السيرب بتاعها خفيف خفيف، يعني 2 كوباية سكر على 2 كوباية مية مثلا، و10 دقايق على النار، مش اكتر من كده، 10 دقايق بالظبط مع عصرة الليمون، وتدفي عليه. هو السيرب بتاعها بيبقى خفيف عشان ما تكرمش من حضرتك. تحت امركم في اي حاجة تطلبوها. بص حضراتكم كده، استاذ محمد، الو. الو استاذ محمد، معلش كلمني تاني، مستنيه اتصالات حضراتكم واسئله حضراتكم، وانا تحت امركم في اي حاجه هتسالوني عليها هجاوبكم عليها واعملها لكم عملي هنا ان شاء الله. ومش عايزين زي ما قلنا، الفكره ان احنا ما نكلفش نفسنا حاجه، ان احنا نعمل لاولادنا كل حاجه في البيت وبمنتهى السهوله وكمان باقل الامكانيات. كده كويس، عشان ده مضرب يدوي مش كهربا، لو كهربا هضرب اكتر من كده لحد ما تديني فوم النص كده. ماشي، هسمي الرحمن وهنزل بالدقيق حبه حبه كده، وهقلبهم لما يروح. ما تخافيش، هتطلع سبونشي معاكي جميله وهشه وما فيهاش اي مشكله، اتبعي بس المقادير وهي هتطلع معاكي زي الفل، وكفايه ان هي من ايديكي. دي طبعا لازم يكون منخول زي ما احنا متفقين مع بعض، اي حاجه بشتغل بيها، معجنات، حلويات، اي حاجه لازم الدقيق بتاعي يكون منخول، وده عشان يدخل طراوه للحاجه اللي انا بعملها او المعجنات اللي انا بعملها. المقادير دي هتكفي صينيه 24، ويكون صينيه هوريها لحضرتك دلوقتي لما نحطها مع بعض، يكون السقف بتاعها عالي او الجنب بتاعها عالي. ما عندكيش صينيه، ممكن في حله استانلس اللي هي ممكن تخش الفرن، ممكن تعملي في حله استانلس،
ما عندكيش عارفه الحله الالومنيا اللي هي ايدك اتكسرت مننا فركننا الحله؟ لا احنا هنطلع الحله دي ونشتغل بيها، نعملها للكيكات والطرت، نشيل الايد التانية ونشتغل بيها برضو عادي. عندك 100,000 حاجه تشتغلي بيها عشان تعملي لاولادك كل اللي نفسهم فيه وما تحرمهمش من اي حاجه. اهم حاجه ان انا في اتجاه واحد. من تحت لفوق. استاذه مي، الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. بقول لحضرتك في طريقه اسمها السكلمه زي الكور كده. بجوز الهند. معلش عايزاكي بس تقولها. عينيا. حاضر، من عيني. ربنا يخليكي، وانت نورتيني باتصالك جدا. ربنا يخليكي يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. هقول لحضرتك من عيني، نورتيني باتصالك. بص انا كده دخلت اهو، الدقيق اختفى خلاص. هي دي دقيق الاسبونج. هي دي دقيق الاسبونج. عند الصينية اللي انا بقولك عليها دي، صواني بتاعت الكيكات او بتاعت الترت، بيكون الجنب بتاعها عريض او طويل، وبفرش ورقة زبدة من تحت وبدهنها زيت. و الو نورهان. الو. الو، ازيك يا اسماء؟ الحمد لله. ازيك يا نورهان؟ الحمد لله، انا بحبك قوي والله. وانا كمان بموت فيكي. انت عاملة ايه؟ الصراحة وصفاتك جميلة جدا. ربنا يخليكي يا رب، انت الاحسن. ربنا يخليكي. تسلم ايديكي. ربنا يخليكي يا رب. تأمريني بأي سؤال يا نورهان؟ طريقة البيتزا، عايزة طريقة البيتزا وعايزة مشروبات رمضانية. عينيا. حاضر، من عينيا يا نورهان. أحلى بيتزا وأحلى مشروبات رمضانية لنورهان، من عينيا الاتنين. أهي دي عشان بالمضرب اليدوي. تاني ما تتخضيش، ما تقوليش ان هي قليله. بالمضرب اليدوي بتبقى كده، بالمضرب الكهرباء بتبقى عامله فوم عالي، انما كده هي عشان بالمضرب اليدوي هتعلى زي اي كيكه بنستخدمها او بنعملها عادي خالص. هتخش الفرن على درجه 180 25 دقيقه، واروح اختبرها بسكينه، بخله، بشوكه، باي حاجه. طلعت نظيفه ما بطلعهاش، بسيبها جوه الفرن تاني 5 دقائق 10 دقائق، وبعدين ببتدي اطلعها على سطح البوتاجاز، برضو بيكون سخن من حراره الفرن عشان ما تاخدش من سخن الساقع صدمه فتهبط مني. ادي دي الاسبونش بمنتهى السهوله. هندخلها دلوقتي الفرن كده. ايه الجيران هيجي ياخدوها دلوقتي ويدخلوها الفرن. وانا عامله لكم 2 نفس الصينيه ونفس المقاس ونفس المقادير، هي هي ما فيهاش اي حاجه. بصي اهي اهي، هشه وجميله اهي، وبتقول لك يلا ايه قطعيني وزينيني بسرعه. اعتقد كده ابسط اسبونج كيك او كيكه اسفنجيه انا قدرت ان انا اجاوبك عليها، زي ما حضراتكم بتطلبوا مني ابسط الحاجات ان احنا نقدر نعملها في بيوتنا بمنتهى السهوله. هشتغل، هجيب ورقه زبده تحتيه عشان ما نبهدلش الدنيا كده، وتكون حاجتنا حوالينا نظيفه وبنظام وبهدوء جدا. انا عامله صينيتين نفس المقاس ونفس المقادير، ما فيهاش اي حاجه زياده، عاملاهم النهارده قبل الهوا. هعمل ايه؟ هسمي الرحمن. انت عايزه تشتغلي بواحده بس؟ تمام. عايزه تعلي الدنيا اكتر من كده؟ تمام. عايزه تضعفي الكميه وتشتغلي في صينيه اكبر من كده، مقاس 28 او مربعه، برضه هتطلع معاكي زي الفل. هعمل ايه؟ هسمي الرحمن وهقسم الاسبونج دون على 2 زي ما انت شايفه اهي، هقسمها على 2. بسم الله. في منتهى السهوله، ما تقوليش دي صعبه وما تشتريش حاجه من بره، احنا شطار جدا وهنعمل كل حاجتنا في البيت بايدينا. بصي حضرتك اهي، بصي من جوه
بصي مفرغه وجميله ازاي بمنتهى السهوله كده. عندي جزئين واقطع التانيه كمان. بسم الله. على فكره دي عاملاها قبل الهوا يعني النهارده، ما دخلتش التلاجه، المفروض ان هي بتبات في التلاجه، بس ايه دايما ربنا بيحسن بين ايدينا وبنشتغل على طول. ادي الكيكه بتاعتنا بمنتهى السهوله. هعمل ايه؟ الكيكه بتاعتي فيها سكر بس انا بحب اسقيها سيرب خفيف اللي هو بتاع البسبوسه. هسقيها دلوقتي سيرب خفيف. عندك مياه غازيه اللي هي اللون الفاتح، ممكن عندك عصير كومبوت، اناناس، خوخ، اي نوع يعني برضه عادي مفيش مشكله هتشتغلي بيه. عندي سيرب البسبوسه اللي احنا عملناه مع بعض، انا بحتفظ بيه زي ما قلت لكم كده. هاخد كده وهسقي، مش بمعلقه يا جماعه، مش محتاجه قوي ان هي ايه اسقي الدنيا عسل يعني، هي كده عشان تديني بس طراوه للكيك بتاعي. اهو كده كده. يبقى انا حكيت لك تفاصيل الاسبونج معايا بكل تركاتها اهي وبمنتهى السهوله وباقل تكلفه. لسه الحلقه معانا مليانه حاجات جميله، وهنتكلم عن كل اسرارها، لسه اسرارها كتير قوي. هنتكلم دلوقتي عن الكريم شانتيه. الكريم شانتيه دايما بيجيلك اسئله، الكريم شانتيه خفيف، الكريم شانتيه مش زي المحلات اللي بره، مش ماسك، مش. هنحل كل الموضوع ده دلوقتي وهنتكلم فيه بمنتهى التفاصيل. المقادير معانا على الشاشه اهي بمنتهى السهوله. 5 بيضات، كوبايه سكر، كوبايه ونص دقيق، رشه ملح وفانيليا، نص معلقه صغيره. المقادير اهي الحبايب اللي بيطلبوها. اسهل اسبونش معانا النهارده كيك سفنجي في منتهى الجمال وبالف هنا وشفا لكل اللي هيعمله. هكلمك بقى على الكريم شانتيه. كل الاسئله اللي بتيجي يا شيف، الكيك الكريم شانتيه ما بيبقاش متماسك زي المحلات بره، دايما بيصح مننا او على فكره هو عايز يخش التلاجة، بس برضه هنشتغل بيه وهوريكي قد ايه هو هيبقى متماسك وجميل. كوبايه الكريم شانتيه سواء بسكر او من غير سكر عليها كوبايه الا ربع ميه او لبن، اهم حاجه متلجين. هتشتغلي بده او ده مفيش مشكله، سهل جدا مفيهوش اي حاجه. احط بس التانيه كده عشان ايه اشتغل واحنا بنرغي مع بعض. يبقى كوبايه الكريم شانتيه سواء بسكر يبقى هحط كوبايه الا ربع ميه، من غير سكر يبقى هحط نص كوبايه سكر بودره عليها. على ايه؟ على كوبايه الكريم شانتيه ايا كان هو نوعه ايه بقى. ماشي. عشان يطلع زي بتاع المحلات اللي بره، في حاجه بتتباع في محلات الحلواني او عند العطار برضو مع الكريم شانتيه اللي هو السايب، في حاجه اسمها باستري كريم. باستري كريم نفس الكريم شانتيه كده، بس لما بتدوبيها في معلقه ميه ساقعه او ربع كوبايه ميه ساقعه بتدي لون اصفر، هي دي اللي بتخلي طعم الكيكه بتاعك زي بره بالظبط، زيه بالظبط بالظبط، وهي دي اللي هتخلي الدنيا متماسكه معانا. بس كده لا، هحط كمان من عندي معلقه جيلاتين. جيلاتين باودر رخيص جدا، والباستري رخيص، الكريم باستري رخيص جدا، مفيش اي حاجه من اللي انا حكيتها لك دي غاليه خالص ولا هتكلفك اي حاجه. معلقه من ده ومعلقه من ده، بس بشرط ان انا هدوبهم في ميه قبل ما اشتغل بيهم. معلقه الجيلاتين معلقه صغيره وهشتغل فيها بميه دافيه، الباستري كريم هشتغل بيها بميه متلجه. ادي الفرق بين الاثنين.
الجيلاتين بيعمل ايه؟ بيخلي القوام بتاع الكريمة حتى لو قعد بره التلاجة كتير جدا ما بيحصلوش اي حاجة، ماشي. وايه كمان؟ والباستر كريم زي بره بالظبط، ماشي كده اهو. يبقى انا كوباية كريم شانتيه بضربها مع كوباية الا ربع مية، وايه كمان؟ وبحط معلقة باستري كريم، باستري كريم عند العطار او عند حلويات، مستلزمات الحلويات رخيص جدا ومش مكلف ولا اي حاجة. زي ما انت شايفة هبتدي ان انا غطيتها، حطيت في الاربع طبقات. عندك فاكهة عايزة تحطيها من جوه تمام، ويبقى القيمة الغذائية اعلى، بس انا النهاردة بقول انا جاية بسبونش او بتورتاية مش مكلفة خالص وسهلة خالص، واي حد ممكن يقوم يعملها حتى لو بنتك هتقوم تعملها. هعمل ايه؟ هبتدي دلوقتي ان انا اوزع كده الكريمة بتاعتي على كل التورتاية. بمنتهى السهولة. عارفين انتوا سكينة المعجون وكده، بس دي بتاعت الحلويات. ما عندكيش، انا كنت شغالة بالسباتشرا اهو قدامك عشان معقدش الموضوع عليكي. اي ولا خدت وقت ولا مجهود وبأقل تكلفة. ألو 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 أستاذ محمد. أيوة الشيف أسماء محمد مصطفى مع حضرتك الشيف إتوال. أهلا وسهلا. أهلا يا فندم. أهلا وسهلا. منورة الشيخ يا فندم. ربنا يخليك، ده حضرتك اللي منورني باتصالك. ربنا يخليك، ده انتوا اللي منوريني باتصالكم. ربنا يوفقك، وعايزين نشوفك في دريم قريب ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يخليك يا رب. ايه رايك في التورته بتاعتنا النهارده يا استاذ محمد؟ جميله، يعني بعد ما تفلش هتبقى اجمل واجمل كمان. ربنا يخليك يا رب. يلا عشان تعملوها بقى وانتوا قاعدين في البيت كده، ايه للولاد حاجه سهله وبسيطه كده وما تكلفتش معانا اي حاجه. يلا عايز حاجه يا شيف اسماء؟ ربنا يخليك، نورتني باتصالك استاذ محمد، مع الف سلامه. زي ما انتوا شايفين اهو، وبعدين هعدي عليها بالمشط بتاعي عشان اسويها، وفي نفس الوقت عشان اديها منظر حلو. معانا استاذه بسمله. الو الو اهلا وسهلا. ازيك يا استاذه بسمله؟ الحمد لله. عامله ايه؟ منوراني. الحمد لله. معلش والله، ممكن توطي بس التلفزيون يا استاذه بسمله وتسمعيني من التليفون عشان نتكلم مع بعض؟ وطيت. ماشي يا قمر. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. منوراني باتصالك. وانت والله. تأمريني باي سؤال يا استاذه؟ ايه؟ تأمري باي حاجه اعملها لك؟ البيتزا. البيتزا. حاضر، هجاوب على البيتزا حالا دلوقتي. حاضر، وانا شغاله في التورته بتاعتي كده هجاوب استاذه بسمله والاتصال اللي قبلها اللي كان عايز البيتزا. مقادير البيتزا سهله جدا وبسيطه. عندي كيلو دقيق، معلقتين خميره فوريه، ومعلقتين سكر، ونص معلقه ملح، وربع كوبايه زيت، ده اختياري زيت زيتون او زيت عادي، زيت الموجود عندك. الو الو مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا، مساء النور.
ازيك يا استاذ طارق؟ الله يسلمك يا فندم، الله يخليك. اهلا وسهلا حضرتك. انا عايز اكلم بس الاستاذه اللي على الهوا، بس اسالها على حاجه. انا الاستاذه اللي على الهوا، انا شيف اسماء مع حضرتك، امورني. تسلم ايد حضرتك والله. ربنا يخليك يا رب، كل سنه وحضرتك طيب. ربنا يخليك يا فندم، كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيب وبصحه وسلامه يا رب، امورني. والله الامر لله يا فندم، احنا بس كنا هنسال حضرتك بس عن طريقه عمل التورته، بس عشان ما اخرجش مع حضرتك من الاول. من عينيا، حاضر هقول لحضرتك حالا عليها دلوقتي من عينيا طريقه التورته. ونزلني استاذه دعاء. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا عسل. اهلا بحضرتك، منوراني. وانتي منوره الشاشه كلها والله. ربنا يخليكي، ده اتصالك اللي نور الدنيا والقناه. الله يخليكي يا رب، واحلى تورتايه بتعمليها. ربنا يخليكي يا رب. ايه رايك؟ مقادير سهله وبسيطه اهي. جميله، كفايه اللي انتي بتعمليها بس. ربنا يخليكي يا رب، ما تحرمش منك ولا من ذوقك العالي. الله يبارك لك يا حبيبتي، ربنا يحسن ما بين ايديك يا رب. ربنا يخليكي ليا، ومبسوطه جدا باتصالك. الله يبارك لك يا رب. انا بس ليا بس استفسار كده، كل ما اعمل البشاميل بيبوظ مني. ليه بقى؟ مش عارفه، بيكلكع، مش عارفه بيجرى له ايه يعني. طب انا هقول لك على حاجه بسيطه قوي، ما تخلوش يكلكع منك. خلاص ماشي، نورتيني باتصالك يا استاذه دعاء. الله يبارك لك، كل سنه وانت طيبه. وحضرتك بصحه وسلامه، كل سنه وحضرتك طيبه. وانت منوره الدنيا. ربنا يخليكي، شرفتيني باتصالك يا استاذه دعاء. ايه رايك يا استاذه دعاء لو البشاميل اشتغل بيه، اعمله كله على البارد وبعدين ارفعه على النار عشان ما يكلكعش منك؟ ماشي، بس برضه هقولك تحطي ايه وتعملي ايه. هجاوبك يا استاذه دعاء حالا، بس هقول لهم على الصوص اللي انا كلمتهم عليه الحلقه اللي فاتت وعملته اهو جايباه معايا. الصوص ده اللي بيشتغلوا بيه في محلات الترط والحلويات، عباره عن ايه؟ عباره عن كوبايتين ميه بحطهم على النار، اول ما يغلوا بجيب 150 جرام دقيق كاكاو اسباني، 150 جرام كاكاو اسباني. بعمل ايه؟ كوبايتين الميه بيغلوا، اول ما يغلوا بوطي عليهم النار مش بطفي، واقلب ال 150 جرام كاكاو اللي هو كوبايه، هقلبهم كويس مع بعض. اول ما احس ان هو دابو، لو حاسه ان القوام تقيل ممكن ازود. طيب استاذن حضراتكم فاصل صغير وهرجع، مش هعمل اي حاجه، هستناكم لما تجولي. ورجعت لكم بعد الفاصل، ما عملتش اي حاجه، حطيت بس الشوكليت بتاعي هنا، وهحكي لك بقى على صوص الشوكولاته ده، بحبه جدا وسهل جدا وبينقذني في حاجات كتيره قوي، ودايما موجود معايا. عباره عن ايه؟ عباره عن كوبايتين ميه و150 جرام كاكاو اسباني او كاكاو مش مسكر عامه بقى اي نوع، اللي هي كوبايه 150 جرام. بنزلهم على الميه السخنه، ما طفتش عليها، هي غليت بس ما طفتش، وطيت النار لحد ما احل معايا الكاكاو دون في الميه بتاعتي. اهم حاجه ان انا حاسه ان هو تقيل قوي، ممكن ازوده شويه ميه بس سخنه مش ميه بارده. خلاص كده تمام، وتفك معايا والصوص كده جاهز وجميل والقوام بتاعه جميل. برفعه بعيد عن النار وبنزل فيه ربع كيلو شوكولاته مبشوره خام، ربع كيلو، وهي مش غاليه خالص وكلنا عارفين. اي نوع الباكت اللي انت عايزاه او برده سايبه معانا. اتصال استاذه اسماء. حسناء. حسناء، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا شيفه، نوراني يا استاذه حسناء. انت اللي منوره الشاشه. ربنا يخليكي، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. واموريني. بس كنت عايزه اعرف طريقه البيتزا. حاضر. الزلابيه وبلح الشام. حاضر، يعني على الحلويات دي كلها. حاضر، من عينيا الاثنين. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. رمضان جاي وهنعمل كل الحلو اللي انت عايزاه. ايوه ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيبه واسرتك الكريمه بخير. وانتي طيبة، نورتيني باتصالك يا استاذة حسناء. وانتي أكتر والله. عايزة حاجة؟ ربنا يخليكي، ربنا يخليكي، شرفتيني باتصالك. استاذة فاطمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. منورة الشاشة والله يا شيبة. ربنا يخليكي، ده انت اللي منوراني. الله
الصلصة وصفتها سهلة قوي. ايه رأيك اهو بالمضرب اليدوي ومفيش اي مشكلة، هو نعمل احلى تورتاية ان شاء الله. تحفة صراحة، ربنا ربنا يخليك. ممكن اسأل سؤال؟ ايه اموريني. عاوزة تتبيلة الفراخ. نعم؟ تتبيلة الفراخ. تتبيلة الفراخ؟ ايوه. حاضر هقولك على احلى مرني فراخ تعمليه والناس كلها تتجنن على طعمها. ماشي. نورتيني باتصالك حبيبة قلبي. اهو ما عملتش اي حاجه، الصوص بتاعي زي ما كلمتك، ربع كيلو ربع كيلو الشوكولاته المبشوره معايا بنزلها، طبعا الكاكاو بتاعي سخن فبسرعه بتسيح جوه الكاكاو ده. ماشي، اي شكل بقى كروكي كده انتوا عايزينه، بس لحد ما تبرد خالص وبعبيها وبشيلها معايا في الثلاجه، اي ظرف اي حاجه بشتغل بيها على طول. صوص في منتهى الجمال. وعملت تورتيه، ما جبتش فاكهه ما جبتش حاجه، اشتغلت باقل تكلفه موجوده عندك، والصوص هتعمليه على طول ويبقى موجود عندك في الثلاجه على طول. يبقى انا كده عملت لكم صوص الشوكولاته اللي انتوا بتطلبوه مني كتير، كوبايتين ميه، كوبايه كاكاو خام من غير سكر، وشوكولاتة ربع كيلو شوكولاتة مبشورة او قالب ونص. ايوة اتصال. الو. الو. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك عاملة ايه؟ الحمد لله، انت عاملة ايه؟ تمام الحمد لله، كل سنة وانت طيبة. وحضرتك بصحة وخير واسرتك الكريمة يا رب. ربنا يخليك. لو سمحتي عايزه اسال حضرتك سؤال. واموريني. عايزه عجينه البيتزا. ايوه. والكرواسون. والكرواسون؟ اه. عينيا الاثنين. حاضر. متشكره. ربنا يخليك، نورتيني باتصالك. لو انا حابه ادلق الصوص ده عليها، هدلق الصوص عليها وهو ينزل على الجناب، كل حاجة في اختيارك ان انت تعمليها، اللي نفسك فيه اعمليه ولولادك بيحبوه برضه اعمليه. انا جبت حاجة سهلة وبسيطة كلنا نقدر ان احنا نعملها. البيتزا جات لي عليها اسئلة كتيرة جدا، هجاوبك حاضر، وان شاء الله الحلقة الجاية ان شاء الرحمن هعمل لكم البيتزا على الهواء ان شاء الله. ايه رايك تورتيه ما اتكلفتش اي حاجه وما خدتش وقت ولا مجهود معايا. انا بهدي التورتيه دي لاسره البرنامج المحترمين جدا، اخواتي كلهم اخواتي وزمايلي، ويا رب اكون قدرت اوصلك النهارده. ولو اي حاجه بسيطه، ما رضيش اشتغل بعجينه سكر ولا فاكهه ولا اي حاجه، حاجة بسيطة جدا جدا يقدر اي حد بسيط يقوم يعملها ويفرح ولاده بيها. النهاردة هقولك على مقادير البيتزا كده وانا بكمل الجرناشة بتاعتي. البيتزا كيلو دقيق، معلقتين سكر، معلقتين خميرة، نص معلقة ملح، وربع كوباية زيت زيتون اختياري او العادي التاني اللي انت عايزاه اللي موجود عندك تشتغلي بيه، ما توقفيش نفسك على حاجه. بتخلطيهم كويس وبتسيبيها تخمر شويه تريح، وبعدين ترجعي تفرديها لكور. الكيلو بيعمل معاكي 6 بيتزات محترمين، وهيطلع حبه كده نعملهم مني بيتزا، مش هنرمي اي حاجه، هنشتغل يعني بكل حاجه. ماشي حاضر. خلاص كده حلقتي جريت معاكوا بسرعه وخلصت بسرعه، ويا رب اكون قدرت اوصلك. ولو اي معلومه بسيطه واي حاجه بسيطه تقدري ان انت تقومي تعمليها من هنا للحلقه الجايه، اسيبك في رعايه الله، وان شاء الله اعمل لك كل حاجه نفسك فيها من برنامج مطبخ على الهوا، احلى قناه، قناه الصحه والجمال. كل سنه وانتم طيبين.